سرك يمنة أو يسرى وأنت وعملك هنا، هذه الحقيقة العظمى. ولهذا قال جل وعلا وهو الحق وقوله الحق وجاءت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت منه تفر وما كنت منه تهرب وما كنت منه تستنصر بشيء، ولو استنصرت فلست منتصرا، لأن الله جل وعلا حكم على الخلائق كله، فقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصور يا عبد الله لو وضعوك هكذا ستدخل إلى هذا القبر، تصور إذا كان مصيرك هكذا فماذا ستقول؟ فما عسى لا سنقول لرب العالمين وأنت ضيق يا عبد الله. إذا كانت الغرفة كانت فيها 4 مترات وقد ضيق، فكيف إذا وضعوك في هذه الحفرة؟ والله الذي لا رب سواه ما غادي يرفعك الأب ديالك، ما دفعته أم ديالك، ولو تستطيع من منكم الآن يستطيع؟ نعطيه 100 مليون، نعطيه أولاد عياد كلها، نقول له يا في الملك ديالك بات ليلة واحدة مكان هذا الميت، ليلة واحدة تصفع كلابين ويضعونك هكذا لا تتحرك ولا تتفلمت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القبر فسأل الصحابة سأل على ما مجتمعون، فقالوا مجتمعون على قبر، فانطلق بسرعة صلى الله عليه وسلم كالسهم فجثى على ركبتيه، فقال صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا. وأقول لك يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة اتق الله جل وعلا، فإن كنت من المصلين فأمشي فإن الصلاة تأتي عن يمينك، وإن كنت من أهل الصيام فإن الصيام يأتي إليك في قبرك، وإن كنت من الناس البارين بوالديهم البار بوالديه فإن البر الوالدين، والله الذي لا رب سواه ينفع في الدنيا وينفع في القبر وينفع في الآخرة، فإياك وإياك والعقوق، فإن العقوق يضيق القبر على المسلم. هذا القبر الآن متسع وسيضيق على صاحبه، سيضمه القبر، فإن كان من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح فإنه يضمه ضم الحبيب للحبيب، أما إن كان من أهل السوء والعياذ بالله وكان من العصاة نسأل الله السلامة والعافية، فيضم القبر ديالو حتى تختلف أضلاعه ولا منقذ له، ويأتيه ملكا في هذه الحفرة، وقد أخبرنا الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يأتيانه ملكان فيقعدانه فيقولون له من ربك، والكل منا يستطيع الآن يقول يا ربي الله، ولكن في القبر هيهات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ما كنت تشتهي وتتمنى أن تتلفظ بشهادة لا إله إلا الله، ولكن إن لم تكن حيا عليها في الدنيا فإنها لن تنفعك في قبرك، والله الذي رب سواه. حمل واحد أخبرني ناس تكلمت معه وقلت أيها الناس من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فقالوا لي أن واحد الرجل عنده ضيعة فيها الفصة، تكلم بالدرجة باش يفهمني كل، لأن الغاية الموعدة والموعدة الغاية منها ليس الدموع فقط وإنما العمل، فكان يعتني بضيعته كيعتني بذيك الضيعة وكيرعى ذيك الفصة، ففي الموت كانوا يقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لهم أعزكم الله ارضوا الحمار على الفصة، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله. وأخبروني أن شابا كان في إيطاليا فجاء بالمال فوقعت له حادثة، فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول الفلوس في البركة، نعوذ بالله من غضب الله. أوصيكم أيها المسلمون، أوصيكم بطاعات الله جل وعلا والمحافظة على هذه الصلوات في المسجد مع الجماعة، وأوصيكم ببر الوالدين، والله يرفع في هذه الحفرة. إذا كنت عزيزة عليك نفسك وعزيزة عليك روحك وبغيت تلقى وجهك مع الله أبيض، فكرم الوالدين ديالك، فإياك وإياك،
ما منا من أحد إلا ويمشي يصلح العلاقة بينه وبين والديه، ويصلح العلاقة بينه وبين ربه، ويسأل الله جل وعلا أن يقيه عذاب القبر. ولهذا كان عثمان، وما أحوجنا قبل ما ندفن الميت، ما أحوجنا أن نتفكر في هذا القبر. الصحابة ما كانوش كيجوا كيلقاو القبر محفور، لا، كانوا كيجوا كيحفروا القبر. علاش؟ هما عندهم الاستطاعة باش يمشوا يحفروا، لكن لا، باش تكون الموعظة، باش تكون الذكار. ما منا كل واحد يتفكر ويخلي المشاغل ديال الدنيا. الآن الدنيا خليناها ورانا. الآن هذه هي أول قدم على الدار الآخرة. هذه أول قدم على الأمور الغيبية التي كنت تؤمن بها، وهو هذا القبر. فقبل أن يلحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم، صلى الله عليه وسلم، فإذا لحد، فإذا أدخل القبر، ردوا عليه القبر، كانوا كيدعوا معه وكينصرفوا، وهم متأثرون، والله كانت لهم قلوب يتأثرون بالموعظة. ولهذا كفى بالموت واعظة، كفى بهذا القبر. والله شكون منكم يستطع الآن يدخل هذا القبر؟ شكون يستطع يبات ليلة وحدة يدخل هذا؟ ندوا نغطوا بمظافير وندوا عند كليمة، شكون فيكم يستطع الآن؟ لا أحد. أعز الناس فيه فينا هما كامل قالوا سلبيه الدور، الدور القول. فنسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، ونسأل الله جل وعلا أن ينور لنا هذا القبر وأن يفسح لنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الميت. فنسعى نشرع الآن في دفن الميت، والسنة أن ندخله من جهة القدم، ونقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن فاش هو الرجل ما عادش نحتاجوش نغطيه، إنما المرأة تغطى هذا لسترها، لأن عورة وليس فيه حديث، إنما هو لعورة باش ما تفلت منها شي حاجة وتفلت العورة ديالها. لهذا كنغطوها عند الدفن، وسنشرع الآن إن شاء الله عز وجل في دفن هذا الميت، وقبل ما نشرعوا حين ذكر